إذن مشاهدينا، للحديث أكثر عن تداعيات القصف الأمريكي ينضم إلينا الآن الباحث في الشأن العراقي الأستاذ رعد هاشم. مرحبا بك سعد سيد رعد، وشكرا لتلبيتك دعوة الحوار في الخلاصة. سيد رعد، بالنسبة إلى استخدام بايدن لتفويض عام 2001، هل يعني أن الرد الأمريكي لم ينتهي بعد؟ تحية طيبة لكم والمتابعين الكرام، أهلا شكرا بك. للاستضافة. بالتأكيد يبدو أنه يعني فعلا هذا التفويض لم ينتهي، وأن كثرت تفسيراته حقيقة واضح أنه الإدارة الأمريكية أعلنت بشكل جلي أنه هناك ضربات أخرى. لا ننسى أنه قالت موجات متتالية من الضربات، وأعتقد لم تتراجع في تصريحات لاحقة عن هذا الشيء، ودليل أنه كيربي أيضا أكد هذا الشيء. ربما أيضا التقييم الذي حصلوا عليه هذا اليوم للضربات والأهداف أيضا واضح أنه يعني يركز على أن الضربات كانت يعني في أهدافها، ولعل أيضا تصريحات متتالية تشير إلى أنه ربما تحصل يعني ضربات أخرى لاحقة. هذا التفويض حقيقة هو يعتبر في وجهة نظر الإدارة الأمريكية أنه دفاعا عن نفس. حقيقة كمية الأوقات أو التوقيتات التي حصلت في التفاوض ساعات طوال وأيام طوال، وعلى مدى يعني عدة مراحل من التفاوض واللقاءات المشتركة بين الجانب العسكري العراقي والأمريكي، الجانب الأمني بين الطرفين، الجانب السياسي، يعني يؤسف له أن يصل إلى هذا المستوى من اللا تفاهم وانقطاع التنسيق والتفاهمات إلى درجة أن يعني يحصل الأمر بعد يحصل هذه الضربات، أقصد بعد ساعات من عقد اجتماعات اللجان العسكرية المشتركة. إذن هذا يوحي لنا أنه هناك تناقضات، هناك تباعد في الرؤى والأفكار، يعني عدم التوصل إلى يعني رؤية مشتركة أو تفاهم وقناعات يعني واضحة، بحيث يعني حصل ما حصل من يعني استهداف وضربات. هذا كله يوحي إلى ماذا؟ إلى أنه يعني شك بالتصريحات. ماذا نسمي هذه التصريحات التي كانت تعطي آمالا وتفاؤلات؟ طيب ماذا عن نعم سيد رعد، ماذا عن رسالة بايدن للكونغرس قال فيه أنه سيتخذ تدابير إضافية ضد أفراد ومرافقي الحرس الثوري، هل يمكن أن يطول القصف الداخل الإيراني أيضا؟ يعني إحنا حقيقة بهذه الموجة الأولى أو المرحلة الأولى من القصف لاحظت جنابك والمتابعين الكرام أنه لم يستهدف ولا فرد من الحرس الثوري الإيراني، سواء على الساحة السورية أو حتى على الساحة العراقية. ولعلك إذا ما أيضا استعدت ذات اليوم صباحا، كانت الضربات الإسرائيلية بالجانب السوري قد نتج عنها استهداف لحرس ثوري إيراني. إذن إسرائيل صادت الحرس الثوري، وأمريكا في كل ضرباتها لم تصطد ولا فرد ولا عنصر من الحرس الثوري. إذا كان هدفها اقتناص جماعات الحرس الثوري، فهي لم تفلح في ذلك في العراق وفي سوريا. طيب خلال رسالة أمريكا الأخيرة، يعني هل تعتبر أمريكا أمام حملة عسكرية مفتوحة ضد الفصائل المسلحة التابعة لإيران؟ واضح عزيزي، هو قالوا موجة ضربات واستهدافات قد تتكرر اليوم. يعني هذا التصريح لكيربي أنه لا يؤكد ولا ينفي، يعني هذه أشبه ما أنه لا معلومة لديه، لا يؤكد ولا ينفي أنه ستكون لديهم أهداف في الداخل الإيراني. حقيقة واضح يعلم الجميع أنه الضغط على بايدن من الجمهوريين، من الصخور، بل حتى من الديمقراطيين أنفسهم ومن الرأي العام الأمريكي، أنه
يعني الضربات لم تستهدف إيران، وبذلك تكون هذه ضربات قاصرة وليست ذي جدوى وغير مؤثرة، إن لم تكن تشمل الداخل الإيراني. الآن يعني كأنهم يوحون إلى أنهم يعني ربما يستهدفون الداخل الإيراني. هذه طبعا كلها إشارات، بالونات اختبار على ما يبدو واضح. ويعني حقيقة كل الإشارات توحي بأن الجانب الأمريكي عبر قنوات أطراف أخرى ثالثة لنسميها، تحصل هناك إشارات، تعبير إشارات، تمرير إشارات إلى الجانب الإيراني أنه إحنا راح نستهدف الطرف الفلاني أو الجهة الفلانية أو الأهداف الفلانية. هذا يعطي مؤشر إلى ذات التوجه الذي تكلم عنه ترامب، أن الجانب الإيراني التمسنا أنه يستهدف أو يضرب يعني مكان معين في قاعدة عين الأسد حتى يرد الاعتبار لنفسه. لا نستبعد حتى الولايات المتحدة الأمريكية ستقول لهم أنه علي ضغط من الرأي العام وعندي أيضا انتخابات، عليه أنه راح أستهدف بعض المناطق وخلينا على سقف الاستهداف اللي متفق عليه وعدم التصعيد أكثر، وأيضا نعطيكم إحداثيات كما كنتم تعطونا إحداثيات، ولا غالب ولا مغلوب. حقيقة على ما يبدو أنه التوجه سائر بهذا المدى، والعالم يترقب، وأمام تشويش وفوضى القصف والضرب لا نفع من هذا الأمر إن لم يكن يستهدف يعني حقيقة أهداف ممكن أنه هي اللي تشوش على الوضع أو هي التي تؤثر على الاستقرار، وعدا ذلك يكون هذا الاستهداف ربما قاصرا ويحتاج إلى مراجعة، ولم نقل حتى نعم إلغائه سيد راجل، بالكامل، لأنه يا أما تستهدف يا أما ما تستهدف. يعني هذا المفهوم يعني من خلال حديثك افهم من كلامك سيد رعد بان الرد الامريكي والاستهدافات، يعني عدم استهداف الحرس الثوري لم يتحقق من قبل امريكا، يعني كيف يعني لم تحقق مغزاها، كيف ترى ذلك؟ يعني هو من خلال حديثك طبعا انا استنتجت هذا الكلام. اي طبعا يا عزيزتي، هو يعني اذا يضربون لي يعني اماكن خاليه او بناء فارغ او حتى يعني ربما هذه الاماكن اللي قصفوها بالصدفه طلعت لنا مخازن ومشاجب اسلحه، يعني هي هاي اللي كانت يعني متجشمه العناء من هناك امريكا عليها، يعني هاي بالامكان يعني ان تتحقق يعني في ربما بحركات اخرى بسيطه غير هذه الشو وغير هذا الهلم اللي عملوها، واللي كأنه يعني راح يستهدفون يعني أماكن ستحجم الضغط الإيراني، ستحجم التدخلات الإيرانية، ستحجم المخاطر الإيرانية على مصالحهم هم. هم بالمناسبة هم ما معبرين للتدخل الإيراني في سوريا والعراق ومعاناة الناس من جراء ذلك، لا هم يعني على حد ما يعني خطورة، هم يريدون درء الخطورة عن مقراتهم، يعني هو راح يحققون هذا الشيء بتقديري بعيد أن يتحقق هذا الأمر، وربما يعني أقول سابق من الأوان نتحدث لأنه هي مرحلة أولى، ربما أرادوا بهذه المرحلة الأولى أن يجسوا النبض أولا، يمتصوا الزخم، زخم داخلهم الرأي العام الأمريكي، ومن ثم حتى ربما الزخم من النظام الإيراني، نعم وفيما بعد ربما يعني يخططون لما بعد هذه المرحلة، ربما استهدافات أخرى لأشخاص ولقياديين في الحرس ومن يواليهم. هذه قد تكون مرحلة لاحقة، والعبرة في أنه يعني حقيقة نتجنب في الداخل العراقي، نتجنب أي أذى للمدنيين بالذات حقيقة، والأذى هذا الذي ممكن أن يحصل من جراء تفجيرات أو استهدافات تسبب بتفجير مشاجب أسلحة داخل المدن، حقيقة هذا خطر، خطر كبير، ويعني فيه قلق، ونتمنى أنه يندرأ الخطر هذا بالقدر اللي يبتعد عن المدنيين نعم هذا سيد راد. الأمر وحتى عن بلادنا ككل يعني بشكل عام. نعم الباحث في الشأن العراقي السيد رعد هاشم، أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا عبر نشرة الخلاصة.